تدري وش أكثر شيء يقهرن وينرفزن؟ تجي لك طال عمرك محل تدخل سلام عليكم السلام بالله وش عندك من الزين؟ يقولك والله عندي العطر فلاني عندي العطر فلاني عندي ويرشح لك. بعضهم يعطيك شيء حلو يخاف الله، لكن البعض للأسف يحاول يسوي يمشي بضاعته، لقاك صيدة أنت ما تعرف بالعطور، لدرجة أن بعض الناس يدخل المحل يقولك شوف أنا ماني فاهم بالعطور، أبي عطر ثابت وحلو، فيبدأ رأي المحل يستغلك. واليوم كذا بتكلم عن كم عطر وبعطيكم رأيي بكل مصداقية، عشان يعني خلنا نبدأ بالأول. العطر الأول، وأنا ضد العطر هذا، ولا يعني أنصحكم تشترونه إلا إذا تشميتوا واقتنعتوا به. على مدح الناس للأسف في مطبلين كثير يمدحون العطر هذا، هو سعر حلو صراحة، منعش منعش، لكن يا أخي أول مرة شفت عطر 22 مكون، ليه مباراتي؟ أتكلم عن عطر مونت بلاك إنديفيدوال. يا جماعة الخير العطر هذا ما أنصحك تشتريه إلا حد ما تشمه، في ناس يجوز لهم، لكن أضمن لك 90% من الناس ما يجوز لهم. يا رجال كيفك من عطر موديله 2003 قديم جدا، 22 مكون، أبا حارب أنا. معنا عطر حلو من دار محلية من إبراهيم القورشي، له شعبية كبيرة، أتكلم عن روز توباكو أو يسمونه جرعة فرح، هذا هو. يا جماعة الخير عطر هذا أتوقع فيها عسل مع توباكو لو تبغ، فانيليا، العطر ثقيل يا جماعة الخير، يصلح نسائي يصلح رجالي، لكن بكل صراحة العطر ما يصلح بالصيف أبد. ليش؟ لأنه ثقيل ثقيل ثقيل، بس ميزته ما شاء الله ثابت. تخبرون لو دخلت حلاق تشم ريحة العطور اللي عنده هذه الكولونيا، أبعطيكم عطر يا جماعة الخير نفس الريحة هذه اللي تشمها عنده حلاقين، ولكن ريحة فخمة، نفس المستوى نفس الخط ولكن ريحة فخمة. أتكلم عن عطر فيرزاتشي إيروس. فيرزاتشي إيروس يا جماعة الخير له نسخ كثيرة، أنصحكم تأخذون الثقيل اللي هو إيدي بارفيوم، أو خذوا البارفيوم أفضلهم إذا ما قدرت خذ الإيدي بارفيوم، هذا اللي معي إذا توليت أنا ما أنصح بصراحة، أنا بالنسبة لي ما يناسبه مرة، بس لازم أوفي حقه. كريحة نعناع أني أشوفه أجمل عطر من درعه، رجالي طبعا، العطر أساسا لو تروح لفروع درعه تلقاه دايم خلص. أتكلم عن عطر باديستا، اللي ما جرب العطر هذا يروح يشمه يختبره أكثر من مرة، بإذن الله أنه يجوز لك مجموعة الخير، سعره حلو. طبعا كل القائمة اليوم كلها عطور أسعاره حلوة، القائمة كاملة. العطر هذا يا جماعة الخير اللي ما جربه اسمه باديستال، يروح الدرعة وشمه وبإذن الله يجوز لكم. ونختم بالعطر الأخير الجميل من لوكست أكلاسيكي، العطر نزل عام 2011، أتكلم عن لوكست الأبيض أو لوكست وايت. هذا العطر يا جماعة الخير له شعبية جارفة بالعالم كله، ليه؟ عشان سعره، عشان ريحته، يحتوي على نوتة الجريب فروت، قريبة من الليمون قريبة من البرتقال. يا جماعة الخير العطر هذا الناس اللي ما جربوه أنصحهم يجربونه. طبعاً شمه أنا ما أنصحك تسوي أنك تشتري بدون ما تشم، ما أنصحك صراحة تطلب مواقع، سعره حلو، مشكلته ما يثبت صراحة عشان ما أخفيكم، هذا عيبه الوحيد، لكن إلى ساعة نص ساعة يعطيك فوحان حلو، فرش منعش يا أخي بعد الجيم، بعد الشاور عفواً، وانت رايح الجيم مناسب جداً لك. وانت مرشحوا لنا بالتعليقات، اكتبوا لنا كذا عطور أسعاره حلوة، انصحوا بعض، افيدونا ونستفيد منكم ونفيدكم. لا تنسون اللايك واللي ما اشترك وكم انت حلو زيكم. حسابات التواصل الاجتماعي هذا تيك توك، هذا سناب تحت. والله ما صلي وسلم على محمد، سلام عليكم.